بدك شي كريمة؟ لوين؟ عم بحضر لك عشاء؟ لا انا بدي اطلع. اخي؟ ايه؟ بكره زفتها لهدى. يا الله ييسر لها. اخي انت مو رحت لعنده وحكيت معه؟ ما قلت لي شو صار معك؟ شو بده يصير؟ تزوجها عرفي وهي موافقه، شو بدي اعمل لها؟ تفرجي، شوفي حبيبتي، شوفي حالك هون بتجنن، شوفي المسرح شلون شعلان. حبيبي انت فيك شي؟ ليش شو في؟ يعني بدي اسألك، انت مريض؟ انا كنت متوقع انك رح تسألي هيك سؤال. طيب اوكي. حبيبتي انت فوق الخيال، انت بين البشر والملائكة، نادرة الوجود. ولك أنا بشر. إيه بشر، باكل وبشرب وبفرح وبزعل، وإلي متطلبات مثل أي بنت. لا 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 أبدا، لا تقولي هيك. أنت رمز، أنت الجمال كله، نادرة الوجود، يعني ممنوع الاقتراب واللمس. أنا أصلا لما بحط إيدي عليكي أنا بخاف أخدشك، أكسر فيكي شيء. أنت تحفة قيمة لا تقدر بثمن. ممنوع الاقتراب ولا؟ يعني أنا لازم أقعد بغرفة زجاجية؟ آه. يعني أنت برأيك لما بنوثق فيها؟ إيه، بنت قوية وقت حالها، بعدين عرفان اللعبة كتير منيح وحاطة براسها تنتقم منه. مو مهم تكون قوية، بعدين الرجل كله مثل بعض، كلهم عندهم نفس القدرة على الكذب والغش، ما فيك توثق ولا بوحدة فيهم. بس كمان أصابع ايديك مثل بعض. لسا كله بيقول لي أصابعك مثل بعض، يعني محافظين غيره هذا المثل؟ يا سيدي أنا اللي بعرفه إنه كلهم اسمهم أصابع. هاشم، هاي فرصتنا الوحيدة لحتى نكشف هاي الشبكة. البنت اقتنعت وصارت تشتغل معنا، وهي صارت مصدر معلوماتنا. وإذا أنت مالك وسخة لا تخاف، في ناس حواليها عم يتأكدوا من صحة معلوماتها يا أخي. طيب جيبها لست لما لحتى نشوفها، مشان إلا شو لازم تعمل. هو هيك. جابر، أنا كيف كنت غبية لهالدرجة؟ كيف صدقت إنه هيك الشغلة بسهولة بتصير عارضة أزياء مشهورة وقد الدنيا؟ ولك كيف؟ والله لا أخذ حقي وحق كل واحدة عملوا فيها شي بجهة كلاب. نمر استناني بمكتبي. شو أنسى لما؟ أنا ما كنت بعرف إنه أنت المسؤول هون. نمر ما خبرني. إحنا آسفين ما خبرنا. لي عرضة أزياء، ها؟ طبعاً بريئة، لأنك أكيد ما بتعرفي إنهم عم يتاجروا بالبشر. أنت كأنك بتتمسخر علي؟ أنا ما بدي هالشغلة كلها.
انا بدي اروح على البيت. تعي لهون. عم بلعب معك بالحاره لانه انا رايحه هيك على كيفك. هون كل شيء بيصير على كيفنا نحن وبيعمرنا نحن، وطالما انا المسؤول بدي اقلع عيونك اذا بتغلطي او بتكذبي. فهمتي؟ بس انتوا بتعرفوا انه انا ما كنت بعرف في هذا الموضوع، والنقيب هو يلي قال لي. ايه خلصنا بالعلاك. هلا نمر رح يفهمك كل شيء، واوعك اعرف اني خلفت اوامره. بدك تكوني معنا لحتى نقدر نحميكي، فهمتي؟ تعبت كتير. اهدي حبيبتي، اهدي اهدي، خليني اعرف شو القصة. انا غلطت بحق اهلي كتير، بحقكم، بحق حالي. ما عاد عم بعرف الصح من الغلط. هلأ مو قلتي انه الامن صار يعرف كل شيء وانك رح تتعاوني معه لحتى تكشفوا هاي العصابة الحقيرة؟ لك يا ليلى، شو دخلني بهدول الناس انا؟ شو مفوتني بقصصهم؟ انتبهي منيح، انتبهي شو عم تتصرفي. نفسي اطلع من هالكابوس بقى، عن جد تعبت. تعرف يا ابي، كان نفسي بعد ما شفت الفيديو روحنا عند ابو جميل على المحل وضلني اضرب اضرب فيه لفش قهر الدنيا كلها فيه. يا ابي الله يرضى عليك، لا تسوي هيك لانه ما بنستفيد شيء منه. اليوم المساء بتروح لعند هاشم وبتفهم منه شو بدنا نسوي. قلتك يا ابي الدوله شغلت الحرمية. يلا على كل حال بس سكر بروح لعندك. ماشي، وانت الله يرضى عليك ما بتجيب سيره لحدا حتى لاخواتك. وانت يا ابي اذا اجى ابو جميل على المحل مو تطلع منك كلمه من هون ولا من هون وتروح تنفذ عليه. لا اعوذ بالله. أنا يمكن قصتي مثل كل القصص بس مختلفة شوي. قنعني إنه الحل بالزواج العرفي، وبما إنه هو كان شيخ وعنده حجة من الدين وأنا كنت غرقانة وبدي أشياء أتعلق فيها، طبعاً وافقت وطلب مني إنه الزواج يكون بالسر لبينما يدبر أموره مع زوجته الأولانية. ضليت معه 6 شهور، صرت شوفه بالنهار وبالليل ممنوع اني احكي معه حتى لو كنت عم مت. بعدين طلب مني انه لاقي شغل لانه ما عاد قدر على المصروف. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك حبيبي. يعني بدك ما توخزيني، الفتره الاخيره كنت قلقان شوي وبالي مشغول. خير حبيبي؟ شوفي بصراحه مصروفنا كتير ودخلي الشهري ما عاد كفى، فقلت لحالي يعني إذا تشتغلي منه بتعبي وقتك ومنه بنتساعد سوا على الحياة. اشتغل؟ يعني أنا ما عندي مانع إنه اشتغل ونتساعد، بس أنا وين بدي لاقي شغل؟ لا تحكي لي هم، عندي يا حبيبي. طيب ماشي، يلا خلصي اللي بإيدك وتعالي عاوزك. إيه على عيني. وفعلا لقالي شغل وصار ياخذ الراتب. صرت شوفه بالأسبوع مرة، بعدين بالأسبوعين مرة، بعدين كل شهر مرة يجي ياخذ الراتب ويروح. حبيبتي؟ ايه حبيبي. قبضتي راتبك مو هيك؟ ايه قبضت، ليش عم تسأل؟ متضايق ولازمني. كريم حبيبي انت مالك ملاحظ انه انت ما بتجي لعندي غير كل آخر شهر لتقبض هالراتب مني وتروح؟ طب انا يعني منين بدي اعيش؟ اسمعي ولي، لا تطولي لساني، عرفي انت مين وانا مين، بعدين سلات الاغذيه اللي عم تصلك هيك ببلاش مع حقها مصاري. وهذا هو اللي بيحتاجه البيت بس؟ كيلو رز وعلبه سمنه؟ مواصلاتي مصروفي انا منين بدي اجيبه؟ والله هذا اللي عندي، عجبك بتبقي بالبيت، ما عجبك الباب بيفوت جمل. اها، طالما الباب بيفوت جمل شو رايك تطلقني مو احسن لك؟ هيك بدك؟
انت طالع. قال لي تركي شو بدك فيه. فعلا تركته، طلبت منه الطلاق، طلقني بدون اي تردد، طبعا بعد ما تنازلت له عن كل حقوقي. ورحت لعند الشاب اللي حبيته من كل قلبي، كان هو املي بالخلاص. صرت نام عنده، طبعا صار يجيب رفقاته على البيت كل يوم رفيق، قنعني انه كل رفيق له معه شغل. طلع عم يشغلني وانا مالي عرفانه. هربت من عنده ومن ايد لايد، من ايد لايد لحتى وصلت لهم. بس مو المشكله كيف وصلت لهم، المهم كيف الحكايه بلشت من الاول. شو عم بيصير بالناس وبالمجتمع؟ نحن مو عايشين، نحن ما منعرف شي. عليكم السلام. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلين معلم. الحمد لله معلمي، خلاص البرفان وبالوقت إن شاء الله ارتحت هلا. الله يريح بالكم. نجاح المعرض هو نجاح لكم ونجاح لي. هلا صار لازم تبلشوا بطقم القعدة. ها بلشنا فيه ولا تقول إلا خلاص. الله حيو زيدو، طول عمرك بتضل زقرت. وانت كمان الله يقدرني بيض وشك دائما يا معلم. الله يعطيكم العافية، طلعت حلوة كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أبو جرجي. يعطيكم العافية يا شباب. الله يخليك، شوف لي التحفة. إيه يا سلام يا سلام. بس مثل ما اتفقنا مختار، ما بده يصير أي تأخير. لا إن شاء الله ما بصير أي تأخير، الشباب شادين الهمة. مختار، المعرض ما بيقال له غير شهر، يعني لازم تكونوا خالصين لنشحن البضاعة على الأردن، يعني بالكثير بالكثير معكم 20 يوم، لازم تكونوا خالصين وتشهلوا، اتفقنا؟ لا تك الهم. لازمك مصاري شيء؟ لا لا. مصاري معنا بحر الحمد لله، مو ناقصنا شيء. ولو يا مختار، إذا لازمك مصاري قلي، لا تخجل، نحن أخوي. لا لا تسلم، نحن أخوي وعز، بس مو لازمنا، وقت بيلزمني أكيد راح أحكي معك أول واحد. يلا سيدي. على كل حال، من هون لشهر في شغلة، إذا زبطت رح نقبر الفقر قبر. شو هالحكي؟ لك إيه، رح تقبر الفقر قبر. نقبر الفقر؟ سيدي رح نقبره بس بعد المعرض. سلام عليكم. وعليكم السلام. شو ما نقبر بالفعل لنقبر. معلم ليش ما أخذت منه؟ والله لك معه كتير. زيدو تعلم انه اللي بده يعطي ما بيسأل، لو بده يعطيني ما كان سألني. كمل أبو الخل، كمل. كيف عالدنيا بس تميل؟ ليه من اللاقية؟ أهلين أبو محمد.
دقي لي هالفواتير ماشي؟ أمرك مدام. أكيد تفضل؟ ما أنت تفضلت أصلاً. صاحب الحاجة أرحم. عسلامتك. فنجان قهوة لو سمحت. حاضر مدام. بس لو سمحت بدي كمل شغلي بإيدي. الأمر بيخلص والشغل ما بيخلص. وبلا الشغل بيخلص كمان. صح. منشان هيك نحن لازم نوازن القصة. أنا مثلاً بوجه نشاطي حسب الأولويات. وشو أولوياتك هلا؟ أنت ما مليت من هالموضوع؟ أنت كنتي أخذة مهلة للتفكير، ما فكرتي؟ ما بعرف شو بدي أقول لك الحقيقة. ما بتعرفي؟ يعني ما فكرتي بالموضوع. بكل الأحوال أنا ماني جاي أخذ الرد هلا، أنا جاي أقول لك إنه علاء سألني عنك. علاء؟ إيه علاء ابني. قال هو اشتاق لك كتير كتير. اشتاق له العافية، كيفه؟ كتير مشتاق له. تفضل قهوتك. مرحبا عمو. أهلين واي. عمو بس مشان تجي تشوف تسجيلات الكاميرا. شرف. يلا. ما عم صدق رفيق عمري يسرقني. هلا المهم انه عرفنا مين، بس الاهم انه ما حدا غيرنا يعرف. اكيد. وهذا الموضوع اتركوا لي. سلام. الله معك، مع السلامه، كتر خيرك. يا لطيف يا لطيف. طول بالك يا ابي. لك على شو بدي طول بالي يا ابي؟ على شو بدي طول بالي؟ لك ابو جميل، ابو جميل سرقني. لا بالله لا بالله شو بحكي الواحد. كله منك يا زيد، كله منك، كل اللي صار بسببك. لولا تصرفك الغبي معه ما كان تركني. لو انك اعتذرت منه كان ضل معي. بس قليل اعتذر منه ما سب الفعل. يا انت عنياتي وما بتعرفي، يا ما بتعرفي عم بتكذبي على حالك. هالبني آدم ما بيحبني. لك حاجة تقول لي ما بيحبني؟ أنت شو عرفك بالحب؟ لو كان بيحبك ما كان تركك. استوعبي بقى يا بني آدمي، اللي بيحب بيتصرف مثل الخلق والبشر والعالم، ما بيتصرف مثل البقر والدواب مثل ما هو تصرف معك. ماسا فتحي عيونك على الحقيقة منيح. إيه أحيانا الحقيقة كثير بتكون مرة، بس حلو إنه نشوفها، ما نخدع حالنا فيها ونضحك على حالنا فيها. ما كان نطرك على حجة وتركك فيها، فهمية بقى. بقى يا أخي أبو جميل، الشروي هي كتير منيحة، بتعوضني كل خسارتي وبتخليني أدفع لك ديونك دفعة واحدة. شايف يا أبو جميل سوق الموبايلات قديش ماشي. موبايل كتير مهم صار عند الناس، كل واحد لازم موبايل. بقى يعني لازمني هيك دفعة منيحة شوي مشان أمن الشروي. ومن بدك تجيب مصاري يا أبو محمود؟ منا. أنت مو سبق وعرضت علي مبلغ أشتغل فيه؟ يا أخي اعتبره ذي. وأول إن شاء الله هيك ما يمشي السوق دغري بفوت ياهم. يا عمي يا ابو جميل، كلام الوالد كثير مزبوط، وانا رح اجيب لك اجهزه رح تمشي بالسوق. اخي ابو محمود، باذن الله باقرب وقت بيكون المبلغ عندك. انا كم ابو محمود عندي؟ اويها يا صبايا جمعي، اويها يوم عرسك يا هدى، اويها يا
شو حبيبتي؟ لسه ما لبستي؟ مالي قدراني، تعباني. شو تعباني؟ الجماعة جايين يشوفوكي ويتعرفوا عليكي. هدول الجماعة قراب لي كتير. قلت لك تعباني، مالي قدراني اشوف حدا. قل لهم اني مريضة. لا سوسن الله يخليكي، مضي لي هالليلة، لازم يشوفوكي ويتعرفوا عليكي. يشوفوني ويتعرفوا علي؟ مشان يشوفوا هالتحفة اللي انت مقتنيها؟ حبيبتي معلش بكرة بنحكي، مرقي لي هالليلة بس، وبكرة شو ما بدك بصير. ماشي روح البيس لحقتك. طول بالك أبي. أنا وكيلك رح طقيق، رح طقم القصة اللي صارت معي. ما في أفظع من النكران. لك هذا أبو الحارتي ورفيقي، ربيان أنا وياه على مقعد واحد بالمدرسة. إذا اشتريت علبة بسكوت كنت طعمي نصها. لا، والآن كمل هيك ما بيترك فرد صلاة، وهذا يطلع منه يسرقني إلي أنا. شو عملت معه؟ الله وكيلك بعمري كله زعلي ما عملت معه. خلص يا أبي روق، خلينا هلا نرجع المصاري. بيرجعوا مال الحلال لا بيحرق ولا بيغرق. والله يقدرنا ويرجعهم ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. يا رب عيش كثير وتشوف كثير. شوف حازم، كل هذا التعب اللي عم بتعبه انا وامك مشانك ومشان اختك، فبدي اعرف منك انت فكرت منيح قبل ما تقرر؟ صدقني هي فرصتي بالحياة، وانا ما بدي اكذب عليك. فيني اكذب عليك هلا واقول لك انه بدي ادرس. خلص اتركه لحازم يعمل يلي بده اياه، بس انت وقف معه وساعده. ايه بصير خير. وانت كيف دراستك حلا خانم؟ لا الحمد لله كثير منيحه نشكر الله. اشر لك كريمنتينا. لعندها؟ رايح على الشغل بعدين رايح لعندها. أم صبحي بلا كلام طالع نازل أحسن لي ولك. أبو صبحي؟ نعم. في عريس جاي لشذا وبدهم يحددوا موعد. مين هاد وكيف وصلوا لعنا؟ ما عرفت نسوان. لا تخلص دراسة. شو بدك ياها تعنس؟ ما في حدا طلبه ووافقت عليه. منين هو شو بيشتغل؟ ممثل من حلب. شو؟ ممثل؟ ليون يفتح الله. بنتك راهيته. بدك اياني جوز بنتي الدكتوره لشقفة ممثل؟ وبنتك شقفة ممثله. شو؟ ما في شيء. شو؟ عم اقول انه بنتك كمان ممثله. كيف يعني؟ ما عم افهم عليك يا انا. درست سنه واحده طب، بعدين انتقلت على التمثيل. كذابه. انت كذابه. انت عم تحكي هيك لتسممي لي فرحتي لانه عرفتي انه متجوز عليكي. كذابه عم تكذبي. شذا 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 انا بخاف يا ابو صبحي. طول بالك بابا. انك عم تقول انه انت كل هاي السنوات ما كنتي عم تدرسي طب، ما كنتي عم تدرسي تمثيل؟ شو يا بابا؟ احكي احكي له للبابا، قولي له الحقيقه. كنتي عم تخدعي للبابا؟ البابا اللي كان عم يدور لك على عيادة، اللي عم تدرسي تمثيل. تمثيل يا بابا، تمثيل. اتركوني اتركوني علي اتركوني. والله يشرب الدبه.
هي دفع 150 ألف ليرة. شو هذا أبو جميل؟ الصفقة بتسوى مليون ليرة، يعني أنا ناقصني نص مليون، شو بيساوي بال 150 ألف ورقة؟ يا عمي أبو جميل، نعم، الشروة أكبر من هيك، يعني بدها مبلغ أكبر من هيك بكتير، والربح رح يكون ثلاث أو أربع أضعاف رأس المال، وأنا بضمن لك هالشيء. بابا الشغل بهدول هلا شوي شوي، وبتتدبر القصة بتتدبر. ماشي يا أبو جميل، إيمتى بتدبر وباقي معاه؟ يعني شي أسبوع زمان مو أكثر. خلص يا أبي خلص، أسبوع زمان أسبوع زمان. ماشي، مثل ما بدك أبو جميل. الله يكرمك. ابني الله يرضى عليك، قوم جيب له لعمك أبو جميل صحن فواكه وصحن حلو ومدللين، ها؟ لأنه بعد الفواكه والحلو بدي كاسة شاي بالنعنع. تكرم عيونك. الله يكرمك. وبعدين منه كاسة شاي بالنعنع. يلا، بالإذن. أهلين بابا. أهلين بأبو جميل. أهلين بأخي أبو محمود، أهلين. أهلين برفيق عمري ومن حارتي وحبيبي وصاحبي. الله وكيلك يا أبو جميل، وقفتك معي هي ما رح أنساها كل عمري وحياتي. ولو يا أبو محمود، نحن أخوة ونحن لبعض. أكيد أكيد نحن أخوة يا أبو جميل، أكيد. يعني وكثير من هيك شغلة يا زلمة، كل هالحكي وبتقلي انك ما بتحب لماسة. لك يا خالد، انت قدرك تقتنع وتستوعب انه انا ما بحب ماسة مثل ما انت مفكر. ماسة بنت مختار يا زلمة، بتعرف شو اني مختار؟ مختار معلمة وتاج راسي، ويلي لمني من الشارع لما اجيت من الضيعة، وعلمني الشغل وشبعني لقمة الخبز. ما فيني حبها مثل ما انت مفكر. إيه شو انا مفكر؟ مفكر انك تحبها بالحلال. يا خي، أنا حلال وأنا حرام، القصة أكبر من هيك بكتير. طيب شو هي القصة اللي أكبر من هيك بكتير؟ القصة إنه ماسة بوادي وأنا بوادي تاني. ماسة بنت عندها طموحاتها وأحلامها ومشاريعها، أنا آخرتي معلم مزيك، هي فنانة ومخرجة. إيه وليش أنت معتبر إنه الشغل اللي عم يشتغله مو فن يعني؟ لك فن فن، مين قال مو فن؟ بس فن عن فن بيختلف. خالد الله يوفقك، شيل هالفكرة من بالك. إيه أنا بحب ماسة مثل ما أنت مفكر وخلاص. يا سيدي انت خجلان تطلبها، انا رح اطلب لك اياها من المعلم مختار. هسه بيقول لي اطلب لك اياها، لك انا كيف بدي اطلع قدام عينه؟ اه انت عيرني سكوتك وما عليك خيي، منيح هيك؟ شو بك يا زلمه، عم نحاول نساعدها. طيب في بنت بالضيعه انت حاببها؟ لا انا ما بحب حدا. ارتحت؟ ايه ارتحت. ايه الحمد لله. تصبح على خير. ايه وانت من اهله؟ يا هبو سيد. تفضل. السلام عليكم. الله معك. روح حبيبي، ما بيسوى هيك مشان صحتك. صحتي ليش انتو خليتوا فيها صحة؟ وأنا شو دخلني؟ صفا أنا مو ناقصك، ها؟ مو ناقصك؟ هلأ جاي تتفشش فيني؟ لك أنت ما بتفهمي؟ عم لك ما بدي أسمع صوتك، ما بدي أسمعه! حاضر، ما رح سمعك صوتي، فايتا ينقبر لجوا. يا سيد ما يرد. وين سارع لهنا؟ سلطان؟ فرع الجو عليكي؟ اي. وين احسان؟ عند اهلك؟
ولا عندي. عندك. تعالي عاوزك شوي. بدك يعني ما تخاف منه؟ هذا هاشم واحد ايده تقيله كثير. ما عاد في شيء بخوف. بس انت خويف او حابب تكون خويف. يا مدام هذا هاشم واحد من اشرس ضباط الامن الجنائي بالبلد. لك ما عاد في شيء اسمه هاشم، شعلي سيجار. هاشم صفه عباره عن هيكل بس ماشي على رجلتين. يعني بدك تقول ورقه عم تطير الريح. عن جد عم تحكي؟ وجد وجد كمان. العب بقى مثل ما بدك ولا بقى تحسب له حساب بنات. ايه هذا كلام بينسمع. بهالمناسبة قايم صب كاسين ويسكي. ايه بس دور بس دور. شكرا يا هلا. على شو؟ يعني انك قبلتي الدعوه واجيتي. شو المشكله يعني اذا اجيت؟ ما انا اتصلت فيك 20 مره وانت اجيت. بس مو هذا المهم. كيف تمك حكي؟ انا من فتره عشت علاقة مع وحدة، ولا كان غريب بس ما حسيت بالفرق اللي كنت تحكي لي عنه. مع وحدة يعني رقم؟ كيف بدك تحس بالفرق هاشم؟ القصة مو ميكانيك، بدك تعيشها بكل كيان بكل جزء فيك لحتى تحس بالفرق. بس هاي القصة صار يعني صار بدها خيار واختيار بدها وقت. أنا ما عندي هذا الحكي. أهم شيء الوقت. ما عندي. منشان هيك بعمرك ما رح تحس بالفرق. ممكن أسألك سؤال؟ أنت بتحب حالك؟ أو بتعرف تحب حالك؟ هل في حدا بالكون ما بيحب حاله؟ أغلبنا وأكثر بكثير من إني أقول لك كثير اللي ما بيعرفوا يحبوا حالهم. طيب أنت كيف بتعرفي إذا الواحد بحب حاله ولا ما بحب حاله؟ كيف بتستدلي؟ اللي بيحب حاله صح بيعرف يحب. الله يسلم هاليدين ويخلي لي اياكي. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. امر والله امر رب العالمين انام علي بوجودك. تفضلي كلي هاللقمه من ايدي.
سلم ايديك. تعرفي نشتهي شي مره نفطر بارض الديار عند اهلك. ان شاء الله. والله امي كثير بتنبسط. لكن بركي خلال الفتره اللي جايه ناخذ الفطور اللي هو ومنروح لعندهم. ايه ان شاء الله. صحيح هدى، انتو شو عندكم غير هذا البيت؟ عندنا الورشه والمحل وهذا البيت. ما شاء الله ما شاء الله. والمستودع اجار يعني؟ لا، ملك لاخي مختار. ما شاء الله تبارك الرحمن. قل اعوذ برب الفلق. تعرف شو؟ اخي مختار بحياته ما نقص علينا شيء، حتى لو كان متضايق ما بيبخل علينا. الله يجزيه الخير ويوفقه. اي والله. ويهديه ويهدينا جميعا للصواب والصراط المستقيم. كلي كلي حبيبتي، تفضلي. تفضلي. شكرا. ابو الخل الله يرحمه جدك، خذ قطع البرفانات لجوا، عظامي عم تكتك، مالي حيل عم تحرك. مزبوط، انا وعدتك ونسيت. يلا وعيد. زيد علين ماسا، بدي اياك تروح معي لعند سامي وتعتذر مني. تكرم عيونك، تفضلي. يلا. اسمحي لي غير ثيابي ولا بروح ثياب الشغل؟ ناطرتك. شربي كاسة المكتب ساعة جديدة.